سبحان الله، هذا اللي يسمونه الوفاء. الحاج ماجد عبد الله فريح العنزي والشباب القناوي ما شاء الله عليه من جمهورية مصر العربية منورين كلهم، واحنا معاهم عبيد. كان الوالد بالدرس يقول سيد هاشم السيد احمد الرفاعي يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد. بس هذا درس من دروس الوفاء. رحمك الله يا عمي ماجد عبد الله فريح العنزي، قال السيد السيد حطي له قران الله المشاوي. هذا اليوم الجمعه 7 رجب 1400 لين الموافق 19/1/2024 فابور اذا فيها. هاي قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى اللي ينامين. والله وحد الله الصمد. جمعة مباركة. شنو كان عمله هو سيدي؟ كفيلكم؟ كم عمره؟ مريض؟ يا رب انتوا دخلتوا الجنة في الدنيا ما شاء الله عليكم. اي والله. هذا الصديق قول كلمة يا المحامي الطماوي الرفاعي، ماذا تقولون شباب سوهاج يقولون في حق شباب قنا؟ ايش رايكم في اخلاق الطيبة هذه؟ ما يجوز الا الرحمة والدائمة. هذا موقفهم والله يوم القيامة. هاي القمر فوقنا وهاي الشمس تشهد عليهم، موقفهم مشرف. هذا وفاء وصدق. فاتحة.